وينضم إلينا للتعليق من رام الله السيد عصمت منصور المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي. سيد عصمت، لنبدأ بهذا التصريح أو هذا الخبر الذي تناول ما قاله رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الإسرائيلي، وإلى أي مدى يعني يمكن أن تنتهج الحكومة البريطانية الجديدة نهجا مخالفا لما كانت عليه سابقتها فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي عموما والعدوان الإسرائيلي على غزة بصفة خاصة؟ صباح الخير وتحياتي لكم دكتور والمتابعين. الحقيقة نحن نشهد منذ الانتخابات والانتكاسة التي حظيت بها الحكومة البريطانية وسياستها التي كانت على ذيل الولايات المتحدة تابعة لها بشكل كامل وأيضا منحازة بشكل مطلق لإسرائيل ولعدوانها على الشعب الفلسطيني. الانتخابات عاقبت هذه السياسة ونحن نرى أن هناك تحول، ولكن هذا التحول لا نقول أنه ثوري وانقلب لصالحنا، ولكن على الأقل بدأ يتراجع قليلا عن السياسات. الآن بريطانيا تتخذ مواقف منسجمة أكثر مع الاتحاد الأوروبي وأبعدت قليلا ولو خطوة عن سياسة الولايات المتحدة. وأيضا تجاه إسرائيل نحن نرى مثلا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي كانت يعني وقفت مع إسرائيل، الآن تنسحب. نحن نرى هذه التصريحات، زيارة وزير الخارجية البريطانية كانت ربما فلسطين من أول الدول التي زارها. نأمل أن هذه المواقف يعني تصبح جذرية أكثر ومنسجمة مع العدالة ومع الحق الفلسطيني وفي مواجهة العدوان والمجازر التي ترتكبها إسرائيل، وأن تتحول إلى خطوات فعلية للضغط أكثر، يعني لا تكتفي بالمناشدات أو المواقف العامة، بل أن تتخذ خطوات فعلية لوقف هذه الحرب. العالم وتحديدا دول الغرب بيدها أوراق مهمة، هي شريك لإسرائيل تجاري واقتصادي. إسرائيل تهتم جدا بمواقف هذه الدول وتعتمد عليها كثيرا في اقتصادها وأمنها وقبولها الدولي وإلى آخره. ولذلك إذا كانت هذه المواقف ستتطور، ونحن نرى أن المجزرة لا تتوقف ولن تتوقف إلا بتحول جذري في هذه المواقف، لذلك يعني نحن يعني نأمل أن هذه المواقف تصبح أكثر وأكثر يعني وقوفا في وجه سياسة إسرائيل، ليس فقط انتقادها أو المطالبة بوقف الحرب، مع أهمية ذلك مع تشديدنا على أنه هذا تحول لصالحنا ومهم، لكن هذا يحتاج أيضا إلى خطوات أكثر عملية. نتنياهو وحكومة اليمين، وهذه جزئية علينا أن نتذكرها دائما، هم لا يهتمون بماذا يقول العالم، هم يهتمون ماذا يقول جمهورهم وماذا تقول شعبويتهم وعنصريتهم وأهدافهم المريضة بالقتل والتدمير. ولذلك عندما تتحول الأقوال إلى سياسات وأفعال عندها يجبرون على الإصغاء إلى العالم. نعم، يعني على ذكر هذه التطورات تأتي مفاوضات روما وحديث عن الوفد الإسرائيلي والذي سلم مقترحاته للوفد وفد الموساد قبل أن يرحل. تقييمك لهذه التعديلات الجديدة التي أجرتها إسرائيل على مقترح التهدئة، وإلى أي مدى يمكن القبول بها؟ يعني نتنياهو يناور ونتنياهو يحاول كل مرة أن يخفض السقف لدى الطرف الفلسطيني. هو يريد صفقة بأكبر مكاسب له ولدولته ولأسراه بأقل أثمان أو حلقاً حتى دون ثمن للفلسطينيين. ولذلك هذه المفاوضات كان يفترض الآن في هذه المرحلة من التفاوض أن تكون مفاوضات على التفاصيل التي يعني جاء أجملها الإطار الذي وضع من قبل بايدن والذي هو يعني مأخوذ عن نتنياهو والذي أصبح قرار مجلس أمن. لكن ماذا فعل نتنياهو؟ هو أعادنا للمربع الأول. نحن الآن نناقش صفقة جديدة بإطار جديد بشروط جديدة، ولذلك بتقديري لقاء روما لن يحقق الكثير. وحول يعني سؤالك إذا كان مقبول أم لا، أنا أعتقد أنه يعني عندما يفرض نتنياهو إبقاء بشكل ضمني تقسيم القطاع، يعني عندما يكون أريد أن نفتش الناس هو يبقى على تقسيم القطاع سواء كان جيشه أو متحدة أو مشترك أو غيره. عندما يريد أن يبقى في فيلادلفيا وعندما يريد أن يعيد أكبر عدد من الأسرى ولا يقدم أي شيء بالمقابل، يعني لا يعطي محفزات أنه مقابل هذه نحن نقدم هذه، أنا أعتقد أنه لا ينوي الإقدام على صفقة.
وإذا أراد صفقة يريدها على مقاسه، على مقاس ائتلافه، بحيث لا تعرض هذا الائتلاف للانهيار. ولذلك من الصعب جدا يعني أن نرى أن المقاومة وحماس والفصائل الفلسطينية تقبل بهذه التعديلات كما هي. لا نعرف كيف سيكون ردها الرسمي، لكن بافتراض وتقديري أنها إما أنها ستنسفها بالكامل وترفضها وهذا هو الأرجح، أو أنها ستضع مطالب مقابلها كي لا تتهم أنها هي التي تعطل المفاوضات، لأن هناك أيضا البليم جيم، يعني من يلوم العالم على إفشال الصفقة، وهذا يعني تكتيك أن تريد أن تديره دون أن تخسر الوسطاء والعالم، ودون أن تخسر التأييد الدولي، ودون أن يلقى عليك اللوم بتخريب الصفقة وإفشالها. لذلك ربما يعني الآن يعني الكرة في ملعب، دعنا نقول الفصائل الفلسطينية، لا أحد يستطيع أن يتجاهل أنه نحن الآن عمليا أمام محاولة جديدة من نتنياهو لفرض إملاءاته ومحاولة تفجير الصفقة. هل يسمح له الوسطاء و الولايات المتحدة بذلك؟ لأن أنا أعتقد مجرد حمل الولايات المتحدة للمقترحات وعرضها على الفلسطينيين كما هي، يعني هذا نوع من الانحياز الكامل. هم لم يعودوا وسطاء، هم عمليا يشجعون نتنياهو ويتجاوبون مع رغباته ونزواته ومحاولاته فرض يعني شروط جديدة باستمرار. نعم، يعني ما بين ما تشهده هذه المفاوضات وعلى الجبهة الأخرى الجبهة الشمالية، حديث عن أن المجلس الوزاري المصغر يحدد الأهداف التي ينوي الجيش مهاجمتها في لبنان، وبينما تتحدث يا دعوت أحرنوت عن أن الهدف سيكون يعني الضربة ستكون محددة لكن لهدف مهم، يوآف جالانت يقول إن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا. كيف تقرأ هذه التطورات؟ هذه تطورات خطيرة، بمعنى نحن الآن على الجبهة الشمالية على حافة الحرب، يعني اللعب الآن والاشتباك والمواجهة في نقطة حساسة. قبل يعني مأساة مجد الشمس كانت الأمور هناك قواعد اشتباك معروفة ومعادلات وصمدت 9 شهور أو 10 شهور تقريبا. الآن حدث هذا التطور، يريد نتنياهو أن يستغله من أجل، وهذا هو الهدف الذي يريد نتنياهو، أن يفصل جبهة لبنان عن غزة وأن يستفرد في غزة. هو سيدفع الآن بأكبر قدر من التلويح والتهديد بالعمل العسكري وشد العالم وأعصاب العالم باتجاه لبنان. هو يريد أن يستقطب كل الاهتمام الدولي والأوروبي والأمريكي وأن يضغط باتجاه هذه الجبهة، إما أن تنفجر وتتحول لحرب شاملة وهذا لا يريده أحد، أو أن تحل، وهو يجد في هذا فرصة. ولذلك كل هذه التهديدات والتلويح هو يأتي في هذا الإطار، في هذا السياق، سياق الفصل ومحاولة الفصل وإخماد هذه الجبهة وإنهائها. هل يسمح وتسمح المقاومة اللبنانية بذلك؟ كيف سيكون تكتيكها؟ كيف يمكن أن تضمن هي الأخرى ألا يعني يستغل نتنياهو هذا الحدث لإشعال حرب في المنطقة؟ على كل حال، من قرأ بالأمس بيان مكتب رئيس الوزراء المكتظب جدا بعد اجتماع الكابينيت يجد أن هناك بابا مواربا للحلحلة، بمعنى هو قال أنه فوض الكابينيت نتنياهو وجالانت باختيار الرد، شكل الرد وتوقيت الرد. عندما يتحدث عن توقيت بمعنى أنه الأمر قد يستغرق وقت، وهذا يفتح باب للحوار الدبلوماسي وتدخل دولي، ونحن نرى أن المسألة لا تتعلق فقط أصبحت بإسرائيل وحزب الله، إيران تهدد والولايات المتحدة يعني تحذر، وهذه يعني تصبح عمليا ساحة إقليمية وحرب ربما لا أحد يعرف إلى أين يمكن توقف. لذلك يعني واضح أن الرد سيكون إما يعني محسوب ومدروس وضمن يعني أهداف لا تشعل مواجهة ولكن توصل رسائل استخباراتية وعسكرية وذات مغازي يعني من حيث القوة واستعراضها من قبل إسرائيل، أو أنه بالفعل يتم التوافق وضغط دولي بوقف هذه الحالة من التصعيد ولكن بانسحاب حزب الله. هذا السيناريو الذي يريده نتنياهو، وأنا بتقديري أنه حزب الله يقرأ جيدا والمقاومة اللبنانية تقرأ جيدا ما يريده نتنياهو وما هو دورها وما هي المخاطر التي يعني أصبحت
تنطوي عليه هذه المواجهة. هناك عاملين مهمين يلعبان دور الداخل اللبناني، سمعنا لمواقف لبنانية رافضة للعدوان، ملتفة يعني حول المصلحة اللبنانية وحماية لبنان وبما في ذلك مقاومته، وأيضا هناك الأزمة الداخلية الإسرائيلية التي أضيف إلى كل عواملها السابقة الآن الشرخ بين الدروز وبين الدولة والجيش، لأنه هناك عمليا يعني وكأنه تمييز بين دم ودم، علما أنه يعني هذا العامل داخلي ويبقى في الخلفية، لكن هذا لا يثبت أنه يعني المقاومة اللبنانية هي من قامت بهذا التفجير. إسرائيل تحاول أن تلصق هذه التهمة بها، لكن هذا أمر يعني سيخضع لتحقيقات طويلة، ولن يعني إسرائيل تنجح في بشكل يعني فوري إلصاقه بها. هناك دول طبعا تردد خلف إسرائيل كل ما تقول، يعني حتى بايدن عندما يعني بدأوا يتحدثون عن اغتصاب وقطع رؤوس أطفال رددها ومن ثم اعتذر. الآن نفس الشيء بلينكن وبعض المسؤولين يعني الغربيين والأمريكيين يرددون ما تقوله إسرائيل دون حتى تقصي وتحقق. أشكرك شكرا جزيلا سيد عصمت منصور المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من رام الله.